السلامة. خنهرين فين نجيبي بنتو كراتو
اورب شويس بنوتي. افني بشويس بنوتي بيبانتو كراتور افيوتم بن شويس وبنوتي وبن سوتيريسوس بخريستوس نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذه الليلة المقدسة وكل أيام حياتنا بكل سلامة مع مخافتك. كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائري شعبك وعن هذا الدير وعن هذه الكنيسة المقدسة. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو. بالنعمة والرأفة ومحبة البشر رأوتي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح بقولنا جميعا يا أبانا الذي في السماوات. ليسني ماس أوسي أوسو بتير وبنتو كرتور بانا جاترياس ليسني ماس. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. صلاة الساعة 11 غروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجوه أن يغفر لنا خطايانا كثيرا من مزامير تراتيل معلمنا داودنا وبركاته علينا آمين.
زوكسوسيوس فصل مقدس من بشارة الإنجيل معلمنا ماري لوخ البشير والتلميذ الطيب بركاته علينا آمين. هم شديدة في سلوم نبليها فوق فوق منها زجر الحمى في بركاتها في النهار قوم خدمتهم وعند غروب الشمس كان الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه أما هو فكان يضع يديه كل واحد منهم فيشفيهم وكانت الشتات تظهر من كثيرين وتصفى وتقول أنت هو المسيح ابن الله فكان ينتظرهم وندعهم كلهم قد عرفوا. ليكم قول رب سلام والمجد ولاتون شو هرسوس مجوتنا وصوص ابن ما سواب جاغي اكسوت ماينينان اذا كان الصديق بالجاد يخلص فانا زار الخاطي سقر النهار وحر لما احتمل ضعف بشريتي لكن انت لا روح محسبنا مع اصحاب السلاح الحادية عشر لان هذا المسامح الذي في الخطايا ولدتني امي فما اكثر انظر على السماء لكن اتكل على غنى رحمتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. أسرع لي مخلص بفتح الأحضان الأبوية لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني العمر وفات فالآن أتكل على غنى رفاتك التي لا تفرق فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك لأني إليك أصرخ يا رب تخشى أخطاتي أبتا في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا بل اجعلني كأحد أجرائك. لكل اسم بحرص ونشاط فعلته وكل خطية بشوق واجتهاد ارتكبته ولكل عذاب وحكم استوجبته فإلي أسباب التوبة أيتها السيدة عذراء فإليك أتضرع بك أستشفع وإياك أدعو عند سعدي لا أخزى وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي ولمؤامرة الأعداء هزيم ولأبواب الجحيم اغلقي لا ابتلع نفسي يا عروسة بالعيب للختم الحقيقي. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي يدعى من عزاء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي. أبانا الذي في السماوات نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين. كي لا يسون كي لا يسون يا رب ارحم كي لا يسون كي لا يسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض ارحمنا الله لا يمد ولا يسمع كرحمتك يا رب ليس كخطايا أبانا الذي في السماوات نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام وتأتي بنا المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور للمساء ومكتب هذا الذي صار الآن
نجينا من الحي المضاد وابطر السخاء خير المصور. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا خيال، نجتازها أيضا بسلام وعفاف. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومؤكد المسيح الآن صار طويل الروح كثير الرحمة. المسيح الصديقين واحد الذين آمنوا الذي يشاء يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة سهل الحياة قدس الروح طاهر أجسام القوم وأقام مقنا بأشياء نجينا من كل حظر يا رب أحد من القديسين كما أسكن في بشفاعة أمنا العذراء مريم والملاك الجليل ميخائيل والقديس العظيم ماري مرقس والقديسة الشهيدة العفيفة ديميانا اسمعنا لما نقول بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات. سيدنا وأبينا الحبيب قداسة البابا المعظم الأنبا توادرس الثاني، فعلا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لنفرح ونبتهج فيه. قد إيه سيدنا فرحتنا كبيرة إن قداستك بتباركنا هنا، وفرحتنا أكبر لأن أول قدمي قداستك ما وطئت هنا في أمريكا في أول زيارة كانت في إبرشيتنا المتواضعة، وقداستك بتباركنا هنا في هذا الدير المبارك. احنا عارفين سيدنا جدول قداستك مزحوم جدا، ولكن في كل مكان قداستك هتذهب اليه هتلاقي سيدنا قلوب متعطشة انها تسمع كلمات الروح القدس على فم قداستك الطاهر. مش عايز اطول سيدنا، لكن احنا فرحانين جدا وبشكر ربنا ان ادانا النعمة دي ان قداستك تباركنا، وبشكر الاباء الاسقف اللي جم وكل الاباء الكهنه هنا والامهات الراهبات والاخوات والمكرسات بوجود قداستك يا سيدنا، واقامه طيبه باذن الله. حللنا وصلي لي. طبعا يعني اشكركم كثيرا، وانا فرحان ان اول الزياره تبتدي بالدير، و يعني اول مكان ازوره خالص الدير، طبعا حاجه تفرح. وطبعا واضح ان ديركم جميل او بديع الجمال بكل الامهات والاخوات اللي فيه وحضور الاباء والاحبار الاجلاء. كل سنة وانتم طيبين، وطبعا مصر كلها بتسلم عليكم، كل مصر يعني من اول الرئيس لغاية اصغر واحد بيسلموا عليكم سلام كبير. ونشكر الله كل حياتنا وأحوالنا في مصر جيدة وبتتحسن وبتبقى أفضل يوم عن يوم، وعلاقاتنا كلها علاقات طيبة. وطبعا أنا اخترت أن بداية زيارة أمريكا تبتدي بأول إبرشيتين أنشأهم المتنيح البابا شنودة، أنشأ الإبرشية هنا والإبرشية في لوس أنجلوس، وكان أول اتنين أباء أسقفة يبقوا موجودين نيافة أنبا سرابيو ونيافة أنبا يوسف. فكان شيء منطقي إن احنا نبتدي الزيارة من هنا مش نبتديها من نيوجيرسي، مش كده برضو؟ لسه ايه؟ ايه اللي موصلش؟ ما انا ببص عشان كده بشوف يعني محدش يقول له.
نبتدي زيارة من هنا. أظن ده شيء منطقي إن احنا نبتدي بأول إبرشيتين مر عليهم أكتر من 20 سنة، آباء أفاضل وأحباء بيبذلوا وبذلوا مجهود كبير فيها. الخدمة في الإبرشيات عمالة تنتعش بمشروعات كتيرة، مشروعات روحية، بمشروعات دايرية، بمشروعات تعليمية. كل دي أمور طيبة وبتفرحنا، والآباء الكهنة اللي بيخدموا سواء في الإبرشية هنا أو إبرشية لوس أنجلوس برضو عدد كبير وعدد مبارك، وشوية بشوية كده بيزيد العدد. فقلت إن احنا من الأفضل إن احنا نبتدي بالإبرشيتين، مش برضو صح ولا إيه؟ رأيكم إيه؟ يعني صح؟ صح؟ نعم؟ كله صح. وريح دماغك، كله صح وريح دماغك. ايوه. فنشكر ربنا ان احنا نبتدي هنا، ونبتدي بالبداية ده بالدير الجميل ده. وطبعا انا شفت صور الدير قبل كده ورهاني سيدنا، صور جميلة خالص ومكان حلو ويليق فعلا انه يكون دير راهبات، ويكبر شوية بشوية ويكون في عمل روحي أصيل. وأهم ما في الموضوع إن الدير يبقى دير، أهم شيء. إن كان بيت تكريس يبقى بيت تكريس بكل ما تحمله الكلمة من معاني ومن أبعاد ومن أعماق. وده شيء حلو خالص إن تتزرع بذار روحية في أرض أمريكية تحمل التراث والتقاليد والعمق الطويل بتاع كنيستنا القبطية. وده الحقيقة أنا بعتبره تحدي كبير قدامكم هنا، وواثق إنكم تنجحوا فيه، إنكم تقدموا الروحانية الأرثوذكسية الأصيلة اللي نشأت من على أرض مصر وابتدت تنتشر في العالم كله. وربنا سمح إنكم تيجوا هنا وتحت رعاية وآباء أحباء إنكم تمتدوا بهذه الروحانية في هذه الأرض. ربنا يبارككم كلكم، وهيبقى لنا لقاءات بنعمة المسيح خلال الأيام اللي جاية. مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة عطية الروح القدس تكون مع جماعكم. امضوا بسلام، وسلام الرب يكون مع جماعكم. دي سيدنا بقى، هي الفيلا، كل فيلا عبارة عن 4 تحت و4 فوق. 4 سراير؟ لا، 4 أوضة يا سيدي، 4 تحت و4 فوق. كل أوضة يعني المبنى بتاعها، بعدين كل فيلا ليها يعني تحت وفوق في صالة، الصالة والكيتشن كده وقعدة حلوة. يعني هي نفس الفيلا كده،
غير ده احنا يعني زي الحاجات دي على زمايلك في الشغل. اشتغلت عندنا سيرنا اثنين مصريين يعني هم الاثنين بقى مسكين فينا بس النهارده بس الشيش الجزء المبارك ده زي الصالة وكيتشن وكده، والأوض دي دي عندي أوضة ودي أوضة، وهناك أوضة وأوضة من ورا على الباركينج. دي يونت. يونت. تخت 8. تخت 8. تمام ده. وحطهم بالعفش. أي سي. سوون كل حاجة. بالعفش. بالعفش وكل سي. ما يستناش حاجة. سن ده كان فين من احنا باقي المباني 85 الف سكوير فيت علشان بتبني مباني جديده الوان سكوير فيت بيكلف حوالي من 100 ل 120 دولار هنقول 100 دولار لو 185 ده مباني بس يعني 8 مليون ونص ده غير الارض وغير الجمال والزرع والعفش وكل ده احنا خدنا سنه كريم ده يعني يعتبر بلاش يعني جفت الصبحي بقى الساعة 4 انا نزلت الصبح بقى الحتة دي بقى بتعجبني يعني الحتة اللي بتعجبني نفسك كده بقى نرجع كل شيء حرارة ولا كل شيء بس